شهدت محافظة الأقصر فعاليات الحفل الختامي لملتقى الأقصر الدولي للتصوير في دورته 15 تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية. شارك في الملتقى 17 فنانا من 6 دول مختلفة، وهي مصر والهند والبحرين وتونس وجورجيا والعراق. في إطار استراتيجية الدولة لتوظيف الفنون في التسويق السياحي ودعم حركة الفن التشكيلي في مصر، شهدت محافظة الأقصر فعاليات الحفل الختامي لملتقى الأقصر الدولي للتصوير في دورته 15، وذلك تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية. الفن التشكيلي له دور مهم جدا في إعادة تصوير المدينة بتاريخها وحضارتها، بدعايتها، بالسياحة، بكل شيء. أيضا اهتممنا بمجموعة كبيرة من الملامح هذه الدورة زي الأفلام، فيلم تسجيلي. اهتمينا ان احنا نوثق تجربة الفنانين كلهم، نعمل لقاءات مصورة بالفيديو معاهم. اهتمينا بالجولات السياحية ايضا لانها كمان بتؤدي الى مزيد من التأثير في الفنانين من خلال الحضارة والآثار اللي بيشوفوها. سعيدة المرة دي ان انا كنت الكوميسيور بتاع السمبوزيوم بتاع الأقصر. حاولت بشكل كبير جدا اطوع كل حاجة للفنانين بحيث ان هم يطلعوا شغل فعلا من وحي الأقصر، لان السنة دي اول سنة في السمبوزيوم بعد 15 دورة يبقى في سلوجن، يبقى في تيمة للسمبوزيوم، وهي الأقصر بعيون الفن. تأتي هذه الدورة بالتزامن مع اهتمام صندوق التنمية الثقافية بدعم الريادة الثقافية للدولة المصرية واستثمار ما ينتجه في قطاع الصناعات الإبداعية. شارك في الملتقى 17 فنانا من 6 دول مختلفة، وهي مصر، الهند، البحرين، تونس، جورجيا، العراق. وقدم كل فنان عملين فنيين مستوحيين من طبيعة مدينة الأقصر، بالإضافة إلى مشاركة 8 شباب حديث التخرج يحق لهم الانضمام للملتقى لمرة واحدة فقط. ملتقى الأقصر للتصوير دي الدورة 15. أنا سعيد إن هي الحقيقة متواصلين في عدد الدورات. يمكن السنة دي الدورة وثقت حاجة، مشاريع مهمة تم إقامتها في محافظة الأقصر، منها مشروعات الهوية البصرية، منها مشروعات التطوير والترميم الأخيرة للحفاظ على التراث وعلى المناطق الأثرية والسياحية. أيضا وثقوا بعض مشروعات إزالة تعديات المباني على المناطق الأثرية ما قبل وما بعد. الحقيقة يعني كل ده بإيد الفنانين المصريين، وكذلك أيضا معانا مشاركين فنانين من دول عربية وأوروبية وأسيوية. الملتقى في الأصل هو فعالية فنية ثقافية معنية بمشاركة مجموعة من الأفراد الفنانين التشكيليين في بوتقة واحدة موجودة جوه الأقصر. والحقيقة أن التأثير البيئي نفسه بتاع الأقصر بيظهر على الفنان من بيئة منغلقة تماما موجود فيها لمدة 15 يوم. البيئة دي بتتيح ليه أنه هو ينتج عمل فني مميز جدا، متأثر وفي تأثر واضح جدا بالبيئة المحيطة به. حاجة جميلة جدا ملتقى الأقصر الدولي 15 زي ما احنا عارفين، يعني بقالنا 15 سنة بدون توقف الحمد لله. حدث عبقري على أرض الأقصر بنسعد بيه جميعا، سواء احنا كأعضاء تدريس او طلاب كلية الفنون الجميلة. يمكن حضرتك شايف الزخم اللي احنا شايفينه النهارده، هنلاقيهم كلهم طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر. ملتقى الأقصر الدولي للتصوير اصبح ميدانا للتواصل بين المبدعين من مختلف دول العالم بما يقدمه من إبداعات متميزة تخلق حوارا فنيا ينعكس ايجابا على واقع التشكيل المصري وتحقيق الارتقاء بالذوق العام، وإتاحة الفرصة امام الفنانين من مختلف الثقافات للتفاعل فيما بينهم.